المنتخب اليوم السابع استاذ محمد مراد عشان يكلمنا على كواليس المنتخب واستعداداته للمباراه الوديه اليوم. يا محمد مساء الخير عليك. الخير عليك امير وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي، ودايما كالعاده متواجد كده يا امير. ربنا يخليك يا محمد، ربنا يكرمك. يعني طمنا بشكل كبير جدا على معسكر المنتخب الوطني استعدادا لبطوله الامم الافريقيه، وكمان استعدادات للمباراه الوديه الاولى ان شاء الله النهارده امام تنزانيا. يعني هو زي ما احنا عارفين المنتخب بدأ يوم 6 معسكرات الأول تدار لهم أفريقيا، انضم كل اللعيبه يوم يوم 6، كان معظم اللعيبه موجودين ما عدا محمد صلاح ومحمد النني اللي انضموا مؤخرا. النهارده يعني أول تجربة ودية لأجيري قبل أمم أفريقيا، تجربة شايف إنها يعني كويسة، مش تجربة ولا صعبة أوي ولا سهلة أوي، لكن هي تجربة لأجيري عايز يستفاد منها في بعض النقاط، بيدور تحسين على بعض اللعيبة اللي يقدر يكتسبهم قبل بطولة أمم أفريقيا، وتحديدا بعض المراكز. يعني نبيل دونجا لاعب بيراميدز من اللعيبة اللي داخلة دماغ أجيري جدا أمير الفترة الأخيرة، وممكن يكون له دور مين ده؟ بطولة أمم أفريقيا. نبيل دونجا. نبيل دونجا لاعب الوسط، لاعب مميز في الحقيقة. لاعب طبعا طبعا مميز، وزي ما بقول لك يعني أجيري من اللعيبة اللي عاجباه جدا، ظهر مستوى كويس، لكن هو طبعا عنده سوء حظ ان هو طارق حامد ومني الاثنين حاجزين اماكنهم في خط وسط منتخب مصر، لكن هو اللاعب بيحاول واجيري يعني هيعتمد عليه، هيكون اللاعب نصيب كبير من المشاركه في بطوله افريقيا. طبعا حراسه المرمى طبعا منافسه كبيره جدا بين محمد شناوي. الاقرب مين يا محمد؟ الاقرب مين؟ وانت اكيد عندك الخبر اليقين، وانا عارف ان انت متابع بشكل مميز جدا المنتخب الوطني. تمام، هو لغايه دلوقتي يا امير يعني الاقرب لبطوله امم افريقيا هو احمد الشناوي، يعني احمد الشناوي الحارس الاول. احمد الشناوي هو الاقرب لغايه دلوقتي ان هو يبقى يكون منتخب مصر في بطوله امم افريقيا. طبعا منافسه قويه جدا مشرسه جدا بينه وبين محمد الشناوي، طبعا يعتبر حارس مصر في سنتين القاره او كاس العالم، طبعا كان حارس مصر في كاس العالم او في البطوله الاهم لمصر في السنوات الاخيره. عنده خبرات كبيره طبعا اكتسبها من مشاركته مع النادي الاهلي مؤخرا وكاس العالم. فمنافسه صعبه جدا يا امير، لكن الاقرب لغايه دلوقتي هو احمد الشناوي، واللي ممكن يعني او بنسبه كبيره هيبتدي ماتش النهارده برضه كمان تنزانيا. جنش طبعا يعني الجهاز معجب بيه، بس هو يعني بعيد، او هو الحارس رقم ثلاثه في المنتخب، رقم ثلاثه رقم ثلاثه وخلاص في المشاركه، او النهارده هيكون ليه يعني هيشارك تحديدا في الشوط الثاني امير جنش، لكن نسبه مشاركته في امم افريقيا ده صعبه جدا. وجود احمد الشناوي وجود محمد الشناوي دي مركز المهاجم طبعا بيشهد برضه منافسه كبيره جدا يا امير، يعني احمد علي ومروان محسن وكوكا. احمد علي هيبتدي النهارده الماتش اساسي، اكيد عايز يجربه طبعا، عايز يشوف مستواه ايه، يشوف اللاعب يعني دوليا هو هداف الدوري زي ما احنا عارفين. طبعا احمد علي هيشوف رأي اللاعب متألق مع المنتخب زي ما كان مع المولودين. مروان محسن هيكون ليه نصيب من المشاركه النهارده، او كوكا في الشوط الثاني تحديدا. لكن المنافسه امير مع يعني كوكا ومروان محسن، او مروان محسن او كوكا. مروان هو الاقرب ان هو يكون مهاجم منتخب في افريقيا لغايه دلوقتي. احمد علي مع احترامي برضه هيكون اللاعب رقم او المهاجم رقم ثلاثه في اختيارات اجيري. التشكيل الاقرب النهارده امير يعني احمد الشناوي جون، احمد الشناوي اشرف احمد الشناوي ايمن اشرف ظهير ايسر احمد حجازي محمود علاء احمد المحمدي تمام طارق حامد دونجا وليد سليمان عبد الله السعيد عمرو ورده، وقدام زي ما قلت احمد علي هو المهاجم المنتخب. الشوط الثاني محمد صلاح والنني بره الماتش خالص، يعني بره الماتش خالص. بره الماتش خالص انت بعدين صلاح طبعا عارفينه لسه منضم يوم الاربعاء امبارح، طبعا الراجل مريحه. نفس الامر برضه في النني، والاثنين هيشاركوا في ماتش غينيا، او تحديدا النني هيبتدي ماتش غينيا وصلاح هيشارك يعني حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه في ماتش غينيا. تريزيجيه النهارده على دكه البدلاء، طبعا تريزيجيه احد نجوم طبعا والراجل خلاص يعني هو عارف طريقه لعبه، وهو عارف ان ده من النجوم الكبيره بتاع الفرقه، فهو زي ما قلت لك بيجرب بعض اللعيبه في بعض المراكز ان هم يقدروا يسندوا معاه في بطوله افريقيا في حاله غياب مثلا صلاح، غياب عبد الله السعيد، غياب تريزيجيه، يكون عنده اكثر من بديل. يعني هو المنتخب هيتحرك 7:15 مثل الملعب، والماتش هيبتدي الساعه 9 ان شاء الله. الحضور الجماهيري لغايه دلوقتي مش كبير قوي طبعا، يعني الماتش مش قدام فرقه كبيره، وثانيا غياب النني وغياب صلاح
فده برضو مؤثر على الناحيه الجماهيريه. ان شاء الله نتمنى الساعتين الجايين دول يبقى في اقبال كبير. وكالعاده يعني زي ما متعودين في اسكندريه تحديدا ان بيبقى في غياب جماهيري بيستعينوا بعض المدارس الكوره في الانديه اللي قريبه من برج العرب بيحضروا فيها الماتشات. طيب بالنسبة لمحمد صلاح، هل في برنامج بدني محدد موضوع للاعب، وخصوصا ان هو بعد ما انضم متأخر للمعسكر لانه كان لسه مخلص طبعا نهائي الشامبيونز ليج ونبارك له على الفوز بهذه البطولة، فبالتالي كان في قسط من الراحة ممكن يكون طول شوية، لكن بالتالي هل هيكون في برنامج خاص لمحمد صلاح للاستعداد للبطولة ان شاء الله؟ بص يا امير، هو محمد من النوع يعني اللي عارف بيعمل ايه، وده اللي بيميزه عن اي لعيب مصري. كويس. هو اللي انا يعني اللي انا عارفه ومعلومات مؤكده ان صلاح كان بيخوض بعض التدريبات حتى في الاجازه. يعني الراجل بيبقى حاطط نفسه برنامج او بيستعين بالمدرب الاحمال بتاع ليفربول، وكان حاطط له برنامج كان بيخوضه وهو في الاجازه. طبعا محطوط له برنامج اعدادي معين في مع المنتخب، حتى امبارح يعني ما خش التدريب كله، حوالي نص ساعه جري تدريبات معاهم، وبعد كده تدريبات اطاله وجلسات علاج طبيعي بعد التمرين. محطوط له برنامج طبعا، لكن صلاح يعني مش زي الناس اللي بيقولوا صلاح ازاي يقعد 10 ايام من غير ما يلاقي. هو الراجل بيحافظ على نفسه وعارف بيعمل ايه. شفنا النهارده ساديو ماني لسه منضم لمنتخب بلاده. الاجازه اللي حصل عليها دي يعني بعد ضغط ماتشات كبير جدا يا امير، يعني الراجل بيلعب في اعتقد لعب 95% من ماتشات فريقه ليفربول سواء في الدوري او في دوري الابطال. كان مشارك في النهائي اللي هو الاقوى على مستوى العالم في الانديه، وماتش صعب، وراجل زي ما بقول لك يعني الراجل عارف هو بيعمل ايه، وكان متواصل مع اجيري فقط المنتخب. بس اجيري بس؟ اجيري بس، هو على تواصل مع اجيري بس. عشان كده ما كانش في اعلان عن ميعاد انضمام محمد صلاح للمنتخب؟ فعلا يعني هو الراجل كان على تواصل بس مع اجيري وهاني رمزي، عشان يعني بس تحديدا اجيري، والراجل كان بيتكلم مع اجيري باستمرار وتواصل معاه واتفقوا مع بعض على الاجازه. والاجازه الطويله دي كان بالاتفاق مع اجيري، لكن الراجل ما غابش بمزاجه. واجيري اعتقد ان هو لو شاف ان غياب صلاح الفتره دي كلها غلط، كان طبعا الراجل هيعترض او هيضمه. لكن زي ما بقول لك صلاح لعيب محترف وعارف بيعمل بالظبط، ولعيب منظم. ولعيب منظم، وزي ما قلت لك يا امير ان هو في معسكر يعني في اجازته كان بيخوض تدريبات بدنيه في 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 في, في خلال اجازته. فالراجل يعني ما مش عايزين ان الناس اللي هي يمشوا على الاشاعات، صلاح ما بيتدربش، صلاح بينضم بمزاجه صلاح. يعني شفنا ساديو ماني نجم السنغال لسه منضم النهارده برضه. نفس الامر برضه كلمنين يا امير برضه، كان محصول في البرنامج كان هو انضم برضه متاخر قبل صلاح ب 72 ساعه، لكن اللاعب ده كان النني ده صلاح، النني ما بيشاركش بصفه اساسيه زي صلاح مع ليفربول مع ارسنال. مع ارسنال وليفربول محمد صلاح يعني. فان شاء الله نتمنى ان نساند المنتخب الفتره الجايه، وان شاء الله يبقى بدايه خير النهارده ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نفوز بنتيجه كبيره وتبقى فتحه خير باذن الله. ان شاء الله. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا طبعا زميلنا العزيز محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع.